في الجزء الثاني من هذه المحاضرة بدنا نتفرج على ناخذ بهذا المفهوم اللي بسطناه في الجزء الأول من المحاضرة لنطلع على أشياء بشكل عام أكثر. جينا احنا فلسطين قسمنا المشكلة بناء الحكومة الإلكترونية إلى خمس أطر أو خمس مشاكل أو خمس ليفلز. بدنا نشوف هذول الخمس ليفلز شو عشان هذه الست تعمل خدمة. هون لازم نربط ايش؟ وزارات. فلازم نعمل البنية التحتية. شو البنية التحتية؟ أول شيء بدنا نشتري هاردوير، إنه في عندنا سيرفرز لكل وزارة، مزبوط؟ طيب، بعدين لازم هذول يكونوا مشبوكين، يبينهم كيبل، سلاك. طيب، هل يشبكهم عبر الإنترنت؟ شو الفرق مثلا محمد بين يشبكهم عبر الإنترنت؟ هاي سيرفرز، ولا نعمل؟ نعمل نت فيزيكال، يعني نعمل نتوير بينهم سواء فيرتشوال او فيزيكال، اذا في في بي ان نتوير. هذا هاي الاشياء اللي لها علاقه في الانفراستراكشر تاع الحكومه الالكترونيه فلسطين. احنا عندنا شيء نسميه الشبكه الحكوميه. كيف يعني؟ كل مؤسسات الحكوميه مربوطه في على نتوير في بي ان نتوير لحالها، بغض النظر اني فروع محافظات للوزاره، كلهم مش داخلين، يعني بيستعملوش نفس الشبكة الانترنت اللي انتو استعملوه. هاي اول اشي. طيب هلا بدينا سلاك بين الوزارات. نيكست، شو بدنا نسوي؟ مع ان مدينا سلاك بين الوزارات بلزم انه نحقق سيكوريتي فريم، نعمل سيكوريتي فريم. شو يعني سيكوريتي فريم؟ تعريف سيكوريتي على فكرة، تعريف السيكوريتي مش معناته هاشم او انك تشوف شيء مشفر ما تفهموش، مش هاي المشكله. اهم شغله بال لما هذا السيرفر بودي لهذا السيرفر، طلع انتبهوا انه هل بيقدر وزاره المواصلات تعتمد على المعلومه اللي جتها من وزاره الداخليه؟ اوثنتيكيشن نو، مش اوثنتيكيشن لليوزر، بس المسج هاي ودت رساله لهاي، في بينهم رسائل. كيف ممكن يعتمدوا عليهم؟ مش مشكلة انها مشفرة. نعم. في أكثر من قضية لازم ناخذها بعين الاعتبار. أهمها إنها البيانات ما تبقاش مزورة. لأنه هذا لما افرض إنه باع أرض. خير؟ هذا بيسأل إنه هل عنده أرض؟ بيقول له آه باع وأخذ فلوس. طيب بهي الحالة لازم نعتمد على المعلومات اللي بتجينا. عشان أبسط لكم المسألة، في مفهوم بسيط في الداتا سيكيورتي بنسميه انتجريتي. شو الانتجريتي معناها؟ الداتا ما تكونش معدل عليها، تصل 100%. الانتجريتي معناها انه اليوزر اليوزر اللي في عندنا المستقبل والمرسل للداتا، مظبوط؟ المستقبل والمرسل عندنا المستقبل والمرسل. A بيودي رسالة لـ B. A بيودي رسالة لـ B. هلا عندنا ثلاث قضايا لازم تتحقق، ثلاث شروط عشان يبقى الفريم ورك تبعنا سكيور. أول إشي A بيستلم الرسالة، أنو المرسل؟ لا سوري، B استلم الرسالة، أنو المرسل؟ A. في سؤال، هل في واحد بيقدر ينتحل شخصية A؟ ممكن. هلا بدنا بروتوكول أو تكنولوجيا إنه مش ممكن واحد ينتحل شخصية A، شخصية المرسل. على فكرة هاي الديجيتال سيجنتشر اللي بحققها. في شيء اسمه الديجيتال سيجنتشر. في بابليك كي وبرايفت كي لازم تتطبق بين السيرفرز. مستحيل واحد، يعني مستحيل واحد يقدر ينتحل شخصية HTTPS. هلا هاي أول شرط. الشرط الثاني، لو واحد انتحل شخصية لو أجا إيه كان، لا مش أنا اللي أرسلت. الشرط الثاني شو هو؟ إنه نقدر نثبت بيقدر يثبت إنه لا أنت اللي أرسلت. يعني أول مرة إنه فيش واحد يقدر ينتحل شخصيته.
الشيء الثاني انه لو حدا يعني انه هناك في شاهد في ايفيدنس بيقدرش يتنصل منها لانه البرايفت كي والبابليك كي بيقدرش يتنصل وهو عارف كي. الشيء الثالث هل في واحد بيقدر يغير محتوى الرساله؟ لا. هذول الثلاث شروط لازم تحقق. اذا تحققت من هذول الثلاث شروط بنسميها انتجريتي هاي في علم السكيورتي معناته بيقدرش يلتحم شخصي وبالتالي اذا ما حدش بالتالي ساعتها لما نتناقل بيانات نقدر نعتمد هلا على ان هالمعلومات هاي صح. هلا لحد الان الرساله اجت عند بي هل هي بالمناسبه لو واحد قراها بس بيقدر يقراها؟ المفروض لا من بلا بيقدر ما عملنا هاش احنا ما عملنا اصلا هاش مش مهم يا يعني هاي زي ما انت رايح اخذت سوري انت حامل هويه من وين؟ من وسط اصدرها وزاره الداخليه وين رايح؟ المواصلات على المواصلات. طب ليش سدك المواصلات سدكها؟ خدمه ما هو طلع عليه اسمع طلع عليه مشفره هي البيانات اللي فيها فيش سر يعني ايه افرض ان انا اخذت هويتك وطلعت عليها شفت معلومات يعني لو كانت معلومات سريه او كذا لا احنا نحكيش عن معلومات ذات سريه هو لاحظ احنا ما بنحكي عن معلومات ذات سريه احنا بنحكي على انه حتى لو غيرك شافها فيش مشكله مهم ما بقدرش اغير فيها ما بقدرش اغير المرسل ما بقدرش اغير ولا شيء ديجيتال سيجنتشر على فكره بديش ادخل شو ديجيتال سيجنتشر ولكن الموضوع كثير بسيط في كي اسمها بابليك كي برايفت البابليك بابليك يعني كلمه سر بابليك بس في كلمه سر برايفت لما انا باجي تخيل انا اعطيتك نص تخيل بدي بسط الامور على الاخر تخيل اعطيتك صفحه مكتوب فيها نص وجيت انا اخذت كل كاركتر بالنص وضربته ضرب مثلا البابليك كي تبعتك سوري البرايفت كي تبعتك كل كاركتر مش له كود ضربته الكود هذا ضرب الكي تبعتك زائد الكاركتر اللي بعده ضرب الكي تبعتك زائد زائد مع سبيسز طلع بالاخر رقم طلع بالاخر رقم هذا الرقم هو عمليا أنا المرسل بيقدر يفكه بالببليك كي تبعك بيقدر يرد رجع البيانات من الببليك كي بيرد يشوف الرسالة بس لو واحد غير أي سبيس في الرسالة بيطلع نفس الرقم؟ لا طبعا هذا الموضوع مبسط أنا يعني بس هو مش هيك يعني هو في بروسيسز في اوبريشنز كثيرة عشان يطلع الرقم إنه ما حدش يقدر يلعب فيه هلا فهذا الإطار اللي نسميه إطار اللي هو إيش؟ إطار السيكوريتي سوري متأسف هلا وين إحنا فلسطين هون؟ عندنا فريق أمن المعلومات وأصدر وثيقة سياسات وعلى فكرة متبنيين إحنا هون اللي هو في شيء اسمه السيكوريتي سيرفرز الإستونيين من إستونيا تعاون مع إستونيا إنه هون قبل هاي سوري هذا السيرفر تبع الوزارة في بعدين أدابتر سيرفر بعدين في سيكوريتي سيرفر ففيش واحد بدخل على على على, على زنار على على الشبكة إلا عبر سيكوريتي يعني فيش ولا جهاز مشبوك إلا سيكوريتي سيرفرز هم بأخذ المعلومة ها بودي على السيكوريتي سيرفر تبعه على البواب البواب بيختم ديجيتال سيجنتشر وبودي الرسالة بوديها هون الهام البواب ها السيكوريتي سيرفر ها بفك اللي بده اياه وبيعرف وبيتاكد انه فعلا هي ايه اللي ودتها و وبدخلها لما بيرجع هيك فاللي بيحكي مع بعض سيكوريتي سيرفرز طيب فقلنا كمان مرة مدينا سلاك الانفراستراكشر بعدين خلينا سلاك سكيور هلا هل هذا الكلام معناته فهمنا على بعض؟ لا هلا عاد ما نحكي بالانتر اوبرابيليتي فريم اللي هو شو يعني؟ محتوى الرسالة طب هو هذا بعد ما صارت سكيور هو هذا لما بودي الهارد
بدنا هسه إشي اللي نفهم على بعض، ها؟ فبدنا محتوى الرسائل بين الأنظمة لازم يكون مفهوم. الأنظمة الإدارية بين الوزارات لازم تكون متوافقة. يعني زي عندنا نأخذ مثال هون داخل جامعة بير زيت، ديبارتمنت بقول لك لازم أنت تساوي 1 2 3 4 وروح تسويهم عشان تقدم الورقة لدائرة ثانية. الدائرة هون مثلا بدهم على سبيل المثال انا مثلا بدي اروح بدي اسافر، بدي اخذ اذن سفر من عميد كليتي. هلا بس قبل ما اودي عميد الكليه، عميد الكليه بيقول لي انه انت لازم لما بتبلغني قبل ما بدك تسافر بشهرين. هلا بس انا لازم عشان ارفع عشان اجيب ورقه من دائره معينه وارفعها لعميد الكليه، هذاك مثلا بده 3 شهور تجاوبني. ففي شيء بيصير، يعني بيصير كونفليكت جوا الكونفليكت، او بدنا يعني بديش اضرب امثله واقعيه لانه كثير في كونفليكتس اداريه مرات داخل المؤسسه. ها؟ فاللي بقوله انه حتى الامور الاداريه لازم يكون متوافقه. البرمجيات في الوزارات لازم تكون متوافقه، مرات البرمجيات برضه بتختلف، فبالتالي ما بنقدرش، وحدا بيستعمل مثلا اسكي كود، حدا بيستعمل UTF-8 different codes. طيب حتى لو فهمنا على بعض، يعني مدينا سلاك كمان مرة، مدينا سلاك الانفراستراكشر والسلاك صارت سكيور، طلعوا الخط كيف غير لون، بعدين صرنا قادرين نفهم على بعض، عملنا انتقبرة فريم ويرك وصرنا قادرين نفهم على بعض. على فكرة كل التركيز في هاي المحاضرة عن هذا الإطار بس، فأنا بدي مشيت على المصور عشان ترجع له. هلا لحد هذا ما بكفيش. طب هل قانوني؟ لما انا تودي لي رساله هل قانونيا بقدر اعتمدها؟ بقدر اعتمدها؟ يعني هل القانون الفلسطيني بيقول انه اذا رساله واحد ودها واحد ايميل، سوري مش ايميل، او رساله عبر الويب سيرفيس، هل او ايميل، هل بقدر، هل هي قانونيا مقبوله ولا لازم تبقى ورقه مطبوعه او مختومه؟ اذا قانوني بدها قانون، بدها قوانين، ولا اذا واحد خرب او 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 في امور قانونيه بجوز واحد يتغير اسمه، بجوز هي عليها تبعات كبيره. طب وين احنا فلسطين؟ فيش قانون هو للاي تي؟ طلع في كان لجنه قانونيه عملت مسوده قانون المعارضه الالكترونيه، انعمل القانون على فكره محترم، ولكن القانون لحد الان بغياب المجلس التشريعي على مكتبه وما زال ليس له مصادقه، بس باس كل القراءات، يعني تعدى كل القراءات. فاسمه كان اسمه قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونيه كان اسمه. وعلى فكره اذا اي كوميرس، وعلى فكره قانون العقوبات بفلسطين بتعدل واخذ بعين الاعتبار في العقوبات الالكترونيه. فيعني مش صحيح انه الوضع في فلسطين زيرو، نو. يعني لا، في شغل وفي تقدم، يعني بتعرف، بس الاشياء القانونيه بطيئه جدا بشكل طبيعتها. على فكره حتى هسه لو في قانون خلصنا، بعدين بدنا نفكر باطار السياسات. طيب لمين نقدم الخدمات؟ للمواطنين. انا من المواطنين. طب اللي معهم هويه زرقاء سكان القدس. طب الاجانب اللي عايشين في البلد. طب اللاجئين الفلسطينيين اللي عايشين برا او المغتربين او طيب اني خدمات نقدم اول واني ناجلها؟ هل نسمح مثلا بيع الاراضي على الانترنت ولا بس نسمح في كذا وكذا وكذا؟ هذا مين بيقرره؟ هذا حتى يعني حتى لو عملنا هاي وهاي 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 بالاخر بنسميه شيء، في شيء سياساتي الدوله لازم تقرر شو سياستها في كل قضيه. شو مقدم؟ في اي سؤال لحد الان؟ طبعا في مسوده سياسات انجاز التعبير.